على كل حال اليوم راح تكون يعني منازلة، نقدر نقول أنا منازلة يعني قارية قمة في القمة مع أمينة خليب اللي راح إن شاء الله تشرفنا مع التايلاندية. احنا واش نقولوا كمناصرين، واش نقولوا؟ نقولوا أن هذه المنازلات زاير كاع راه يتبع فيها، وماذا بينا كما يقولوا باركا وكي العادة، وماذا بينا تاني حتى يكون لما لا دراجي اللي راح هو يعني علق على هذه المقابلة اللي راح تكون قمة قمة. أنا نقول لك حاجة، باركاو يموتوا كاع العديان ولي بريزيدون اللي يكرهوها، أنا نعرفوهم اللي دايرين رواحتيهم من الفوق، ما كان والو. أنتوما بالألقاب إن شاء الله نطلعوا النيبو ديالنا ونقولوا لها الإيمان خليب شوفي راكي العلام كي طلعيه تما هذاك هو لو بليزير تاع لي زالجيريان، وهذه هي الرياضة والهدف تاع الرياضة. كنتي سفيرة كما يقولوا الاولمبياد وشرفتي كاع الجزائر. واش داروا باش تعرفوا بلي الانسان الالقاب تاعه ما اللي يرضوه للنجاح، وهذه ناخذوا عليها عبره على الجزائريه كما يقولوا اللي تستهل. انا قلت عليها انها مراه ونص وزادت مدت لي ماله كما يقولوا البصمه تاع الجزائريه الحره. زير تيوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.